كثرة ذكر الله واحدة من أكبر مقاصد الحج، لكنها ما تذكر عند الفقهاء لا في أركان الحج ولا في واجباته. يذكرون الوقوف بعرفة ورمي الجمرات والطواف والسعي والحلق، ما يذكرون ذكر الله عز وجل مع أنه منصوص في الآية وفي الحديث: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. وآيات الحج في سورة البقرة وفي سورة الحج مليئة جدا بذكر الله عز وجل. يقول الله عز وجل: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، يوم عرفة. إلى فين الإفاضة؟ إلى مزدلفة. يقول: واستغفروا الله. طيب هو الآن جاي من عرفة، وكل الوقوف بعرفة كان يقطر ذكرا ودعاء. يقول: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله، يعني هو للتو خارج من ذكر. قل: فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. حضور عجيب لقضية الذكر في الحج مع غياب شديد مدهش لممارساتنا في الحج. يفعل الحاج كل شيء، وأقل شيء أظنه يفعله في حجه ذكر الله عز وجل. لا أقصد بهذا يعني الإغراق في البعد عن الطاعة، لا، لكنه ليس الحج المليء بالذكر كما امتلأت به آيات الحج ونصوص الحج. ليش غاب هذا المقصد؟ طب دعونا نعود للسؤال: هل هذه غفلة من الفقهاء عندما لا يذكرون في كتب الفقه، لا عند المالكية ولا الحنفية ولا الشافعية ولا الحنابلة، ما أحد منهم يذكر ذكر الله عز وجل في أركان الحج ولا في واجباته؟ تدرون ليش؟ باختصار شديد، لأنه أكبر من أن يكون ركنا أو واجبا، هو روح الحج، هو صلبه. فلو ذكره ركنا حجمه، ولو ذكره واجبا ممكن يفتدى فيه بكفارة، لكن هو أكبر من هذا كله، هو روح الحج.